اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وبنبتدي فقراتنا في نهارك سعيد بفقره الصحافه كالعاده. هيكون معانا استاذ عماد الدين حسين، استاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريده الشروق. صباح الخير يا استاذ عماد. صباح الفل. اخيرا اتقابلنا مره من فتره طويله، يعني كان بعد احداث هاديه واسبوع هادي نسبيا، ولو ان في ناس كتير بتقول ان ده الهدوء الذي يسبق العاصفه. خلينا نبتدي اخبارنا بالترتيب، وهي الاخبار يعني فيها نوع من التنوع يخص احداث الاسبوع. المصري اليوم الصفحة الأولى: أسر الشهداء يرفعون المشنقة لمبارك والقاضي نسير بما يرضي الله. والأخبار الصفحة الأولى: لقاء لمدة ساعة بين مبارك وابنيه قبل الجلسة. والشروق الصفحة الأولى: المستشار البشري يحسم الجدل، الرئاسة قبل الدستور. والجمهورية الصفحة الأولى: 190 ائتلافا يرحب و6 إبريل ترفض، وجمعة لم الشمل غدا كل الميادين في واحد. والمصري اليوم الصفحة الثالثة: فشل دعوة لم الشمل، متظاهر التحرير يرفضون المشاركة والأغلبية الصامتة، الدعوة مجهولة. ومن نفس الصفحة الثالثة: النهي عن المنكر تهدد النور بنشر وثائق تقديمه دعما ماليا لتأسيسها. وبرضو من نفس الصفحة الثالثة في المصري اليوم: انهيار جسر يغرق 15 منزلا في قضية أبو سمبل بأسوان. وأنا أربع أخبار من الصفحة الثالثة في المصري اليوم: صندوق النقد يستأنف محادثاته مع الحكومة في يناير لتقديم قرض ب 3.2 مليار دولار. ومن الأخبار الصفحة الثالثة: مشروع لتشغيل 250 ألف شاب بالزراعة. وآخر خبر من الأخبار الصفحة الأولى: أخبار سارة للفقراء ومحدودي الدخل. ناخدهم بقى من الاول، وطبعا اخر الاخبار في نهايه الاسبوع انه استئناف محاكمه الرئيس المخلوع، والقضيه اللي بقى لنا كتير قوي يعني عايزينها تخلص. المصري اليوم الصفحه الاولى: اسر الشهداء يرفعون المشنقه لمبارك والقاضي يقول نسير بما يرضي الله. طيب، بما يعني بمناسبه ما تفضلت بحضرتك في البدايه وهي فكره الهدوء النسبي، يعني احنا نتمنى ان يبقى الخلاف، ما فيش بلد بيمشي مثالي، لكن يبقى الخلاف داخل قاعات المحاكم، مناقشات بين الأحزاب، خلافات سياسية، لكن لا تتطور إلى اشتباكات وشهداء ومصابين وجرحى وقتلى وحرق وتدمير. هذه الفكرة الرئيسية، إن احنا نؤمن إنه يمكن تصفية كل الخلافات عبر الحوار وليس عبر البنادق الخرطوشة والرصاص المطاطي أو اللهو الخافية والطرف الثالث الذي يقتل ولا يظهر. عودة مبارك إلى القفص هو عودة طبيعية وشيء جيد وتطور إيجابي بعد توقف إجرائي لمدة حوالي 58 يوم وتوقف فعلي وصل تقريبا إلى 100 يوم من المحاكمات، ودخلنا في جدل الإجراءات والرد المحكمة وعدم ردها والموافقة ثم الاختلاف وخناقات المحامين والمدعين بالحق المدني، ومسلسل غريب ومريب انتهى أنه في 3 شهور يعني تقريبا ضاعوا أو أنطى. كان لو الامور مشت جيده ولو محاكمه مبارك مشت طبقا لما هو طبيعي كان ربما وفرنا على نفسنا جهد وتعب كتير جدا وربما ضحايا. وفي جزء في الموضوع احنا بنقول يعني لما يطلب 6000 شاهد، يعني المحكمه طلبت تقليل حتى عدد الشهود. لا نعم، يعني من حق اي هيئه دفاع ان تدافع عن المتهم او الموكل بتاعها بما تشاء، هذه وظيفتها. يعني هو مفروض فريد الديب وفريد الدفاع بياخد فلوس كتيرة مقابل ان هو يبرئ يعني المتهم بتاعه، لكن طبعا غير الطبيعي ان هو حد يستجيب له بهذه الطلبات طالما ان هي يستجيب له فيما هو قانوني. من حق كما تعلم هيئة المحكمة ان تقبل او ترفض ما تشاء من طلبات الدفاع او المدعين بالحق المدني او النيابة. فعودة مبارك الى القفص هو مؤشر جيد طالما ان الامور هتمشي بسرعة وطبيعية بما لا يخل بالعدالة. المنظر العام ده بيبعث رسالة مش للداخل بس، للمحيط وللجميع، خصوصا أسر الشهداء، أن الرجل المتهم بإفساد مصر وقتل الشهداء وتأخرنا لمدة 30 سنة يعني يحاسب حساب حقيقي أمام هيئة قضائية نزيهة. هذه الرسالة التي ينبغي أن تخرج من محاكمة مبارك. على هامش هذه القضية يعني مثال ان مبارك قابل اولاده جمال وعلاء. الخبر الثاني من نعم. اخبار الصفحه الاولى: لقاء لمده ساعه بين مبارك وابنيه قبل الجلسه. مبارك وابنيه يعني تكرر المنظر الطبيعي اللي كل الملايين شافوه
او ربما انا اسف لم يشاهده كثير من الناس بعد قرار حظر التصوير داخل الجلسه. كالعاده وقف جمال مبارك امام والده ليحجبه عن الكاميرات المصورين احيانا او حتى العيون الحاضرين داخل القاعه، وعلاء مبارك كان يجلس بجواره، العدل كان يجلس في المقدمه كالعاده، وخلفه المساعدين السته بتوعه. يعني لا جديد كثيرا في الإجراءات، لكن نتمنى أن يكون هناك جديد فيما يتعلق بالإسراع بالمحاكمة. بالأمس كان في جزء يقترب من الكوميديا، فوجئنا بأحد المحامين المدعي بالحق المدني الذي يفترض أنه في خصومة مع مبارك يقول له نحن تصالحنا مع مبارك، أحد المحامي آخر يقول أطالب بالإفراج عن الرئيس محمد أنور السادات، فقال له رئيس المحكمة الراجل المحبوس ده محمد حسني مبارك وليس، قال له مش مهم. محامي ثالث كان يتحدث عن مؤامرة من المخابرات المركزية الأمريكية CIA لتخصيب مصر، وأن كل اللي حصل دي مؤامرة. سنسمع كثيرا في الجلسات المقبلة الكثير من المواقف الكوميدية، لكن أتصور في النهاية لن يستطيع كل ذلك أن يوقف سير المحكمة في الاتجاه الطبيعي المخطط ليه إن شاء الله. نتمنى يا فندم. ومن الشروق الصفحة الأولى للمستشار البشري يحسم الجدل، الرئاسة قبل الدستور. هذه تصريحات خاصة للمستشار طارق البشري. مستشار طارق البشري طبعا لمن نسي هو رئيس اللجنة العليا التي وضعت المبادئ الدستورية التي كانت الجسم الصلبة أو النواة الصلبة للإعلان الدستوري، هذه المواد الثمانية أو التسعة اللي هم تم استفتاء الشعب عليهم في 19 بالتحديد كانوا تسعة وأضيف لهم عليهم وبعد كده اتغيرت مادة من التسعة. نعم، وأضيف لهم حوالي 51 مادة، وصدر الإعلان أو 52، وصدر الإعلان الدستوري في 30 مارس اللي هو مفروض ينظم حياتنا الدستورية، وهو في رأي كثيرين الاستفتاء ثم الإعلان الدستوري كان ربما السبب في معظم المشاكل اللي قلبت كيان مصر ولم تمكنها أن تسير في الاتجاه الطبيعي. طب هو السؤال، إذا كان هو بيحسم هذا الجدل وقال إن الرئاسة قبل الدستور، ألا يشكل ذلك خطرا إنه يجي لنا رئيس من غير دستور حقيقي يبقى عندنا موجود، ونبتدي نتعامل مع مشاكل إنه تجمع السلطات في إيد شخص واحد؟ هذا سؤال مشروع وسؤال طبيعي جدا. المشكله في يعني في الطريقه اللي احنا ماشيين بيها الجدول للزمن يعني ده، احنا ليه ماشيين بالعكس؟ يعني الدنيا الطبيعي كلها الطبيعي او الافضل طبقا لفقهاء قانونيين ودستوريين كثيرين وسياسيين ان انا بعمل دستور الاول، والناس بتروح المرشحين والشعب يختار واحد على اساس الدستور اللي موجود. على سبيل المثال بعض المرشحين ومنهم عمرو موسى على ما اتذكره كان بيقول لو مصر حسمت خيارها وان الدستور برلماني انا لن اترشح، لان الدستور برلماني معناه انك انت كرئيس جمهوريه صلاحياتك قليله جدا. طبعا في ناس كتيره والجدل الحقيقي في الدستور، يعني احد المشاكل اللي هي لم تحسم حتى الان المتعلقه ب يعني هويه النظام السياسي المصري هتكون ايه؟ هل هيكون نظام برلماني الاغلبيه في الحكومه او الاكثريه في البرلمان هي اللي بتختار الحكومه؟ وتفصيليا كيف سيتم تشكيل لجنه تاسيس الدستور؟ نعم، يعني لنفترض ان احنا عدينا هذه النقطه وان احنا تجاوزنا وحصل فيه توافق وطني، لكن الدستور نفسه انا ازاي هنتخب رئيس جمهوريه وهو على اي صلاحيات؟ صلاحياته هيكون رئيس بصلاحيات كبيره، صلاحيات نص نص زي النظام الفرنسي، صلاحيات برلمانيه، كلها دي قضايا. بعض الناس بيقولوا لا ما فيش مشكله ان الرئيس ينتخب باي طريقه كانت ثم يوضع الدستور، وعندما تتعدل صلاحياته يطبق الدستور بدءا من لحظه الصدور. نظام يعني للاسف الشديد احنا يعني كنا في غنى عن كل هذا الجدل اللي احنا دخلنا فيه لو احسننا ترتيب. كنا زي تونس. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب ناخد بقى رد فعل الشارع والقوى الثوريه وجمهوريه الصفحه الاولى 190 ائتلافا يرحب و6 ابريل ترفض وجمعه لم الشمل غدا كل الميادين في واحد. حقيقه يعني هذه الجمعه انا مش عارف، يعني حاولت ان انا الاقي راس من رجلين لهذه القصه في كل الصحف وفي كل المنتديات الالكترونيه وفشلت. دعوه طبعا ظاهرها الرحمه لكن لا نعرف باطنها. القوى الرئيسيه اللي هي المفروض الموجوده في الساحه كل يتبرأ منها. يعني 6 ابريل بتروحنا من نصيده، كل ائتلاف شباب الثوره بيقول نحن لا نعلم عنها شيئا. في المقابل حتى ما يسمى بائتلاف الاغلبيه الصامته المؤيد للمجلس العسكري او احيانا حتى او ضد ميدان التحرير
بيقول احنا ما عندناش فكره. طيب اذا كانت كل الناس دي ما عندهاش فكره، ال 190 ائتلاف دول جايين منين؟ 190 ائتلاف دول يعني رقم يخض، يعني ده لو فيهم كل ائتلاف فيهم واحد او اثنين بس، يعني عندنا 400 شخص ممكن عندنا كل حاجه بزياده يعني، يعني عندنا كل غريب. طب هو السؤال هو مفروض مين اللي يعرف؟ يعني احنا مش مفروض انه عندنا اجهزه امنيه وعريقه وعندها اساليب واستخبار اجهزه استخباراتيه، مش مفروض ان هو ده وقت الشغل انه طب نعرف حتى لما نيجي نشاول نقول الايدي الخفيه، طب نبقى عارفين بالظبط هي مين ومين وراها ونعلن؟ ليه دايما العمليه عندنا في جاب زمني كده متاخر شويه كتير يعني؟ ده هو ده يعني انا اتمنى ان تطرح مثل هذا السؤال بالطبع على الاجهزه الامنيه، لانه المفروض ده شغلهم الطبيعي. لكن فكره الائتلافات والجمع الكثيره دي في شيء غامض احيانا، هو ليه هدف ربما البعض يريد منه ان يستبق، هذا قراءه للحدث، ان تستبق 25 يناير لو مفترض بعض القوى السياسيه المحسوب على ميدان التحرير بتقول هيكون جمعه الاحتفال بالثوره او تجديد الثوره او الموجه الثانيه من الثوره، ها والثالثة بقى او الثالثه، يعني باعتبار ان ما حدث في الاسابيع الماضيه كان الموجه الثانيه، حتى يعني تقول للشعب انه ما فيش حاجه خلاص المساله انتهت، وان 25 يناير المقبل هو جمعه او مناسبه احتفاليه. وده مرتبط كمان بالخبر بعد كده من المصري اليوم الصفحه الثالثه، فشل دعوه لم الشمل، متظاهرو التحرير يرفضون المشاركه والاغلبيه الصامته الدعوه مجهوله. بالظبط مؤكد كلام فبالتالي احنا داخلين يعني نتمنى طبعا ان الامور تبقى هاديه، لكن هاديه على اسس نظيفه، ان احنا رايحين في سكه. يعني انا دعني اقول لك كلمه واضحه، اذا المجلس العسكري والحكومه المصريه قدروا يمشوا مشي سياسي صح الامور هتنتهي. ما انا ما اظنش ان بتوع التحرير دول عايزين يتظاهروا كده لمجرد التظاهر. القضيه باختصار كيف يمكن استكمال اهداف الثوره بصوره واضحه وبصوره طبيعيه، بس تنتهي الامور كلها. هنشوف يا استاذ عماد. المصري اليوم الصفحه الثالثه، النهي عن المنكر تهدد النور بنشر وثائق تقديمه دعما ماليا لتاسيسها. ويمكن من يومين فوجئنا طلع علينا البيان رقم واحد لهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر، وابتدى الموضوع هو ياخد بقى شكل متسلسل وابتدت فيه تصريحات طيب دعنا يعني نذكر الناس، هذه صفحه على الفيسبوك ظهرت مجموعه من الشباب قالوا نحن يعني ننتمي لحزب النور، لكن الدعوة لا تمس حزب النور مباشرة، ونحن قررنا تكوين هيئة مصرية على غرار ما هو موجود في السعودية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسنبدأ عملنا في بداية يناير المقبل. حزب النور ان هم سيقدموا بعد كده يسلموا إدارتها لحزب النور. حزب النور نفيا قاطعا انه له صله بهذا الامر. طيب بعض بقى الخبساء في النقطه دي قالوا انه ده كان بالونه اختبار بيشوفوا رد الفعل هيبقى ايه. ربما طبعا، لكن انا علينا ان في السياسه عليك ان تتعامل بالظاهر على الاقل. الناس رفضوا بالامس، حتى استمعت الى احد متحدثيهم، كنت في مداخله معه على قناه سي بي سي، يرفض تماما له اي صله بهذا الامر، ويوضح نحن لا تحملون ربما هذه الدعوه مدسوسه على حزب النور لتشويه صورته. النهارده الجديد ان هم اصحاب هذه الصفحه بيقولوا لا احنا تبع حزب النور، وهذا الحزب ادانا شيك رسمي بفلوس ب 260 جنيه عشان ننشئ هذه الصفحه ووعدنا بالدعم. في المقابل احد المتحدثين الرسميين باسم حزب النور يقرر الرفض مره ثانيه ويقول نتحداكم اذا كان هذا الكلام صحيحا عليكم ان تظهروا هذا الشيك الذي تقولون عليه. بغض النظر انا اتوقع انه ربما يكون جزء من جس النبض يعني، ولا يشغلنا كثيرا اذا كانت هي تنتمي لحزب النور او لا تنتمي. نحن علينا ان نتعامل مع المساله بجديه بمنطق ان على الدوله، على سلطات الدوله، على اجهزه الحكومه، اذا كان هناك بالفعل وجود لهذه الفكره او خروج لهذه الفكره الى ارض الواقع، مثلما اعلن انهم سيسيرون في الشوارع يمسكون خيرزانه زائد جلباب ابيض كي يميزهم عن بقيه الناس، ان يبقى في تصدي حقيقي. سلطات الدوله او صلاحيه او دور الدولة هي التي تحتكر العنف بالتعريف القانوني. لا أحد يستطيع ممارسة العنف القانوني إلا الحكومة في إطار القانون، فعندما تنازعها هيئة غير قانونية أو غير رسمية أو غير محترف بها، فمعناه أنه ده ذلك كسر القانون. إذا سمح بهذا الأمر هنكون داخلين على مشكلة كبيرة جدا. أتمنى أن تكون الحكومة تتعامل معها بجدية ولا تتعامل معها على اعتبارها
أن هذا شيء موجود على الفيسبوك ولعب عيال كما كان يعتقد قبل ذلك. نتمنى ونتمنى ذلك لتعظم دور الإنترنت عموما والتواصل ما بين الناس، لأنه كل الحاجات ابتدت كلام وتحولت إلى حقيقة، ونحن في غنى عن السيناريو ده، لأن السيناريو ده ممكن يدخلنا في حاجة حتى أنا مش حابب أن أنا أقولها. خلينا نشوف أخبار بلدنا. إيه تاني من مصر اليوم؟ الصفحة الثالثة، وده خبر حزين، انهيار جسر يغرق 15 منزلا في قرية أبو سمبل وأسوان. نعم، هذا شيء يعني محزن للغاية، لأنه بيكشف حقيقة كارثية للأسف الشديد. نحن لا نتعلم، يعني من سنوات طويلة جدا، كل يعني من أول السيول، كل الكوارث الطبيعية دايما يقال الكارثة طبيعية، نعم، لكن البشر، استعداد البشر يقلل كثيرا من آثار هذه الكوارث. والنموذج الياباني دايما يبقى فيه زلزال واللي بيصاب فيه واحد، لكن في دولة متخلفة أو نامية ممكن تبقى مجرد هزة أرضية يموت فيها الآلاف. ما حدث بالأمس، المواطنون شكوا كثيرا أن الحادث حتى بعد حدوث السيل، أن المحافظ لم يصل إلا يعني الساعة 11 صباحا، رغم أن الحادث وقع في الساعة 4 فجرا. نتمنى أن تتدارك يعني الأمر بسيط جدا، مجرد أن أنا أحاول أن أقلل من آثار ما حدث، وأشعر الناس أن هناك نظاما مختلفا عما كان سائدا قبل 25 يناير. طيب، نظرا لأنه بيقولوا لي أن وقتنا خلص، خلينا نعدي، أنا عادي على خبرين أراهم وأعتقد هم يعني مش محتاجين نتكلم عليهم. صندوق النقد الدولي يستأنف محادثاته مع الحكومة في يناير لتقديم قرض ب 3.2 مليار دولار. ومن الأخبار الصفحة الثالثة، مشروع لتشغيل 250 ألف شاب بالزراعة، وربنا يكتر مشاريعنا. والاخبار الصفحه الاولى، وده اللي انا حابب بس نوقف عنده ولو 30 ثانيه، اخبار سر للفقراء ومحدودي الدخل، الناس نفسها تسمع. هذا خبر متعلق ان معاش الضمان الاجتماعي تقرر زيادته من 150 جنيه الى 200 جنيه. يعني كل شخص يستحق هذا المعاش كان بياخد 150 جنيه في الشهر، هيبقى 200 جنيه، وزياده المستفيدين الى 1.5 مليون اسره. هذا خبر جيد، حتى لو كان رشوه انتخابيه للناس واحساسهم ان الحكومه بتعمل حاجه كويسه، نرح الشعب يرحب بمثل هذه الرشاوى. في اطار هذا الخبر ايضا كان في اعلان بالامس ان الحكومه هو قررت ما احنا الرشاوى نفسها لا يرحب بيها، يعني يا عم رشوه من الحكومه للشعب كويس، بس يدونا ماشي. زياده عدد كمان 2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيره، و150 مليون جنيه شهري لاستكمال بناء 76 الف شقه مدعمه بمعدل من 12 ل 15 الف جنيه لكل شقه، من اللي هي شقق محدود الدخل. هذه أخبار جيدة، بس يا ريت تكون في إطار خطة حقيقية، مش مجرد إن أنا بقول للناس مسكنات إن أنا بشتري رضا الناس أو شيء حالة فقط من الطمأنينة الكاذبة. على الحكومة المصرية أن تؤمن إن هي إطار خطة واضحة طويلة المدى تستهدف إصلاح حقيقي وليس فقط مجرد. ونتمنى، والخبراء الاقتصاديين بيقولوا لا احنا عايزين من الحكومه اللي موجوده دلوقتي عشان هي ماشيه، عايزين اجراءات حاليه. هنتكلم مع خبير الاوراق الماليه عندنا النهارده، ممكن يقول لنا يعني يعملوا حاجات على المدى القصير ولا المدى البعيد ولا نعمل ايه، لان الاراء اختلفت في الموضوع. استاذ عماد الدين حسين، مدير تحليل جريده الشروق، نورتنا يا فندم. شكرا، ونتقابل قريبا ان شاء الله. شكرا ليك. مشاهدينا، دي كانت فقرتنا، هنسيبكم مع تقرير لكاميرا نهارك سعيد أقيم بمعهد الدراسات والبحوث الاجتماعية بالقاهرة، ندوة بعنوان رؤية مستقبلية لإدارة الأزمات في مصر ضمن برنامج المؤتمر السنوي رقم 46 للإحصاء والبحوث العلمية. نروح للتقرير ونرجع نكمل فقرتنا في نهارك سعيد